السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نصايبو كيك ديال الضامات، كيك ديال الضامات بواحد الطريقه زوينه وسهله، وعلى بركه الله نبدا ونشوفو الخدمه ديالها كيفاش دايره. مرحبا. غادي نبداو. عندنا البيض، وعندنا السنيده، وعندنا الحليب في المشو، وعندنا الزيت، وعندنا طحين الفورس الدقيق المزيان، وعندنا الخميره الشيميك. اول ايطاب غادي نديرو البيض في الباتور. بالنسبه للمقادير غادي نعاودوها وغتلقاوها في صندوق الوصف. وغادي نديرو سنيده باش يطلع لينا البيض. كنديرو البيض ديالنا يطلع في الماكينه في الباتور. الطريقه ديال الشطراب ديالو غادي نخليوه يطرب مزيان حتى يطلع تيولي بيض. كيف ما شفتو بهذه الطريقه هذه. خليه يطلع مزيان. كنشدو الزيت، ماشي مشكل، كنخلطوه مع الحليب. انا خلطته مع الحليب باش نقص عليا الماعن من حدايا. ماشي مشكل الا كبغيتي تخوي الحليب بوحدو وتخوي الزيت بوحدو، ماشي مشكل. كناخدو باسينه اللي كبيره واللي عنده بانيو كبير باش كنقدر نخلط الطحين باش ما يدفكش ليا حيت تطلع البيض بزاف. كل ما طلع البيض مزيان كل ما كيجي بحال البونج. كل ما طلع البيض مزيان كيجي خفيف. نخلطوا الطحين. انا غادي نخلط الطحين، الا كان من الممكن تخويوه نتوما غير بشويه يكون شي واحد تيخوي عليكم تيخوي الطحين وكتخلط بشويه بشويه باش ما يطيحش لكم البيض. دابا هذيك الخميره كنضيفوا الخميره. دابا عندنا الطحين والخميره شيميك، خويناهم. دابا غنتبعوا ليهم الزيت والحليب. هاد الكيك هادي ساهله وبطريقه زوينه. ممكن هاد الكيك هادو تخدموهم في لي غاطو، لا بغيتو تخدمو بهم لي غاطو امريكان، كيجيو رائعين خفيف بزاف. كيتسمى بسكوي جينواز، تقريبا بحال كيك جينواز، كيتسمى كيك جينواز.
دابا تنقسموه على جوج، باش واحد كنديرو فيه البودر كاكاو، واحد تيبقى لينا ابيض. هذاك اللي غنديرو فيه البودر كاكاو غيولي لينا كحل، واحد غيبقى ابيض. عندنا جوج ديال الالوان. كناخدو البودر كاكاو من طبيعة الحال غادي نغربلوه، بالنسبة لبودر كاكاو راه ما كنفوتش تقريبا، عندنا البودر كاكاو تقريبا كان ما كنفوتش واحد 50 غرام 60 غرام، هذاك هو الجهد. انا خدمت بعيني ميزاني هنا، ولكن ما تفوتش 50 غرام 60 غرام تقريبا، هذه بحال 10 ديال البيضات. من بعد ما خلطنا الكيك ديالنا، كناخدو جوج ديال لي كادر كندوروهم بالكاغيط بابي كويسون، و تنبدا نخويو بهاد الطريقة هادي. وبالنسبة اللي بغا يخدمها في الدار ولا المهم بغا يخدمها، راه كيدير النص ديال لا غوسيط وكيدير على حساب ليمون اللي عنده. بالنسبة لي كادر انا هادو هما اللي متوفرين عندي، عندي كبار شوية، اللي عنده لي كادر صغر من هكا كيدير النص ديال لا غوسيط. حنا المهم عندنا هو لي كيك يجي عالي شوية. كيف ما قلنا هذا سميتو كيك جينواز، اللي بغى يخدم به مثلا لي غاطو مثلا بيرسوناليزي راه يخدم به رائع. واللي بغى يخدم مثلا هاد الضامات هادو يخدم بكيك عنده شي كيك واحد اخر راه يخدم به، ولكن ضروري يسقيه. هذا حنا ما غاديش نسقيه، هذا خفيف بزاف كيجي رائع، كيبقى في الفيترينا وتيصبر. اللي بغى يخرج يبيعو تيبقى في الفيترينا تيصبر يومين 3 ايام في الثلاجه، ماشي مشكل. دابا غادي ندوه الفران، بالنسبه للطياب ديالو 160 درجه، نص ساعه ديال المقانه حتى ساعه الا ربع على حساب الفران اللي عندك. الكيك ديالنا هو وجد، هو خرجناه من الفران وكنبداو نديمونطيه. كنحيدو لي كادر وكنحيدو داك الكاغيط، لي كادر شتي كيفاش تحيدو فاسيلمون. و الكاغيط ها هو ديال بابي كويسون، ها هو تا غادي نحيدوه بواحد الطريقة سهلة. كيجي فيني من الجناب، بالنسبة لهذا الكيك هذا ممكن نخدمو به لي غاطو بيرسوناليزي كيف ما قلنا، حيت هو كيك جينواز. راه كيجي رائع، وحنا خدمنا به هاد الكيك ديال الطامات. ممكن انكم تخدمو مثلا كيك بالزبدة بوغي، كيك اللي عنده شي كيك مثلا في الدار، ولكن الا كيك كيكون تقيل ضروري خصو يتسقى بالسيرو. هذا ما تنسقوش بالسيرو، هذا تيبقى في الفيترينا اللي غادي يبيع مثلا عنده بوتيك راه كيدير هذا، تيبقى ليه كيصبر ليه، كيبقى ليه واحد 3 ايام حتى 4 ايام حتى سيمانه في الثلاجه، تيبقى تقريبا بنفس الطيبه ديالو حيت خفيف وما فيهش الطحين بزاف. تنقطعو 4 ديال البانطات و تنفينيوهم على بعضياتهم.
كيف ما قلنا غادي نعاودو لي زانغريديو. بالنسبه لي زانغريديو عندنا لتر ديال البيض، لتر ديال البيض تعطينا 20 بيضة حتى 22 بيضة على حساب البيض إذا كان كبير ولا كان صغير. تقريبا لتر ديال البيض ديرو 20 بيضة راه مزيانة. بالنسبة للسكر سومول سنيدة 500 غرام. وبالنسبة للفارين عندنا طحين فورس 550 غرام. من طبيعة الحال الفورس رطب والنوع الممتاز. وعندنا 83 غرام ديال الحليب، و83 غرام ديال الزيت، و7 غرام ديال الخميرة الشيميك. هذه هي لا غوسيط لي زانغريديو ديال هذا الكيك. كيف ما قلنا ديما الى خدمنا بالكيك هو بارد كان في كونجيلاتور كنخدمو به سهل، زعما سهل وبطريقة زعما احترافية. كيجي ساهل حتى في التقطيع. حيت هذا الكيك هذا ما فيهش طحين، ما فيهش طحين بزاف، ما فيهش لا فارين بزاف، تيجي خفيف بزاف. ضروري خصو يدار في الكونجيلاتور باش كتقطعوه بطريقة احترافية. دابا تنقادو الباندا على الباندا باش يجينا متساويين بالطريقة هذه. دابا حصلنا على 4 بويض، 4 البنطات بويض و4 كحل. دابا غادي نبداو في الكولاج. بالنسبه للكولاج غادي نديرو غانا الشوكولا. غانا الشوكولا راه كنا خدمناه في واحد الفيديو، انا غادي نخلي لكم الرابط تحت الفيديو، واللي كيعرف شي غانا الشوكولا راه يخدم به كولي به. بالنسبه لغانا الشوكولا ديال الكولاج شوكولا نوار، راه قد كريم فريش، قد الشوكولا ريش، ويت كولا بالشوكولا ريش، يتصايب بالشوكولا ريش بيستوبيل، ولا المهم يكون فايت 50% نسبة الكاكاو ديالو تكون فايتة 50%. حيت هاد الكناج هذا تيعطيه واحد اللوغو خطير. نورمالمون كون صايبت كيك غادي نسقيه، دابا انا ما غاديش نسقيه حيت صايبت كيك جينواز خفيف بزاف وزوين. الا جربتوه راه تقدروا ديروه تونغوبيوه، راه كيجي بحال ميروندينا، كيجي زوين، اللوغو ديالو زوين. كنتبع ديما تنخالفهم، كندير البيض الفوق والكحل لتحت، ومني كنجي للباندات الاخرين حتى هما كندير العكس، كندير الكحل الفوق والبيض لتحت ولا العكس. كيف ما قلنا بالنسبه لاغاناج الشوكولا على قد كريم فريش، كنديرو كريم فريش يطيب كنخليوه حتى كيطيب، تنهزوه وكنخويو ما تنخليوش فوق البوطه، وتنديروا عليه الشوكولا ريش، قد الشوكولا قد لاكريم فريش، كريم فريش سائل ديال الحلوه من طبيعه الحال.
تنكوليو بهذه الطريقه هذه ديما بلاص الكولاج، تنعمر لاكاناج ديالي، ماشي مشكل كنملس لاكاناج ديالي باش يشد مزيان. من بعد ما كنديرها في كونجيلاتور دغيا الشوكولا تيجمد لينا والكيك تيجمد، وكتجينا سهله حتى في التقطيع. والتقطيع كتقطعو كيف بغيتو، بالنسبه للي بغى يقطع مثلث يقطع مثلث، اللي بغى يقطع مربع يقطع مربع، انا هنقطع مربع على حساب لا كوموند اللي عندي. راه هو تقريبا كيلصق راسو، كنورك ولكن ماشي بزاف، تنورك غير شويه ولا كيلصق ماشي مشكل. جربوها، راه غادي راه لا غوسيط تقريبا راه ساهلة، اللي بغا يصايبها زعما معايا في الدار راه يصايبها، اللي عنده غير كادر راه غيصايبها. المذاق ديالها رائع، إلا شبعتو غير المراحل راه غتصايبوها ساهلة. ما عندك والو، عندك خصك موس الشوكولا والكيك ولا كريم فخيش. راه حتى اللي بغى يخليها تتكونجولا وي غلاسيها بشي غلاساج راه كتجي رائعة. دابا هي جمدات وغادي نقطعوها دابا بالطريقة اللي بغينا. مشو وكيف ما قلت لكم راه سهله بزاف وبسيطه، اللي بغى يصايبها زعما راه في المتناول. وحتى اللي بغى يستافد من هذا الكيك، هذا الكيك راه كيف ما قلنا راه يقدر يخدم لاي حاجه، يقدر يخدم اللي بغى يصايب غير جينواز مثلا ويديرو رقيق راه غيصايب، حيت هذا الكيك هذا خفيف وخفي الحليب وفيه الزيت، راه
خدام خير اللي بغى يصايب بيه مثلا كيك بيرسوناليزي مثلا، داكشي ديال الديكورات، داكشي ديال اللوان ديال لا باتا سيكر، رائع هذا الكيك هذا. وتبارك الله عليكم، وصلنا للنهاية ديال الفيديو، واللي عجبو الفيديو اشترك معنا في القناة باش يوصلو الجديد. وشكرا للناس اللي كتدعمنا داخل المغرب وخارج المغرب بتعليقاتهم بدعواتهم. وتبارك الله عليكم، تنقول لكم الله يعطيكم الصحة، الله يخلي لكم صحتكم، وشكرا لكم بزاف، ومع السلامة.